بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. مع الشتاء دايما أو السفر بيكتر سؤال المسح على الشرابات أو الجوارب باللغة العربية الفصحى يعني، أو الشراب، شراب بالعربي زي شراب بالتركي، زي شراب عندنا كمصريين، أو الجوارب زي عند إخواننا الشباب الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم. فكده يبقى جبناها بكل الإيه المعاني. المسح على الشراب جائز شرعا، طبعا في خلاف الفرق بينه وبين الخف والجورب. الخف اللي هو الله يعزكم الجزمه اللي بنلبسها، انما الشراب اللي هو المعروف اللي هو الشراب او الجورب يعني. المسح على الشراب ورد عن حوالي 22 من الصحابه او اقل قليلا، منهم سيدة عائشه وعدد من الصحابه. و بستغرب ان بعض احيانا الاتراك لا يعني ما يروش المسح على الشراب، لا توضأ وتلبس، رغم ان ده مذهب الامام ابو حنيفه. المسح المشهور بالغلط عند الاتراك وغير الاتراك المذاهب اللي تبع المذهب الحنفي وبعض المذاهب ان ابو حنيفه ضد الكلام ده، كلام غير صحيح. ابو حنيفه فضل لحد قبل ما يموت باسبوعين ما يمسحش على الشراب الجورب، ورأيه لا، لحد لما مرض فاحتاج ياخد بالفتوى دي فاخذ بها، فقال لتلامذته حواليه: اشهدوا اني قد تراجعت عنها واني اجيز المسح عليه. فاخر حاجه عملها ابو حنيفه الله يرحمه ورضي الله عنه انه مسح على الشراب واجاز ذلك. فاذا المسح على الشراب جائز شرعا. الناس يقول لك لا ده هو الخفين بس، لا، في الباب اللي باب الفقه باب المسح على الخفين والجوربين. طيب ايه بقى الشرط فيه؟ تلاقي بقى ناس تقعد تحط لك شروط، اللي لابد يكون ثخين غليظ ويكون طويل ويكون ما تنفس منه الميه، وده انهي شراب بقى ان شاء الله؟ ما بقى خف يعني. الاوصاف اللي انتوا بتقولوها دي يا جماعه في الشراب ده اوصاف الجزمه الله يعزك يعني، ده اوصاف اللي البوت. لما تقول لي ما تعديش من الدفين ان شاء الله، ده بقى مهما كانت تخنته يعني منين؟ يقول لك او اني تقدر تمشي فيه لمسافه مش عارف ايه على الارض. ده فين؟ انت لو مشيت بالشراب بتاعك على البلاط نفسه في الحرم المكي نفسه، بعد شويه ممكن يعني هتبقى حاسس ببروده في رجليك. كل الشروط يا جماعه اللي اتحطت في شكل الشراب والكلام ده شروط لا دليل عليها. يجوز شرعا تمسح على اي جورب، شرط يكون بيحتوي العضو نفسه، يعني الشراب لحد كعب رجلك، مش شرط يكون لحد فوق. اللي هو ايه؟ انت المسح على الجورب بديل عن ايه؟ عن غسل رجلك. فاللي بيتغسل في الوضوء يبقى شراب بيغطي العضو ده، ما يقلش عن كده، مش يبقى مثلا نازل لتحت فمش جايب الكعب، لا، يبقى الكعب. ليه؟ لانه مكان عضو. والمسح عليه ورد في القرآن طبعا، اللي هو على مكان اللي هو الآية عندنا وأرجلكم، ان في قالوا بالنصب معناه الغسل، وفي قالوا أرجلكم ده قراءة بالخفض، ده قراءة اللي يخاف بيها الشيعة، اللي هو الشيعة بيروا المسح على القدمين، اللي الناس برضه فاهمة غلط ده عن الشيعة، فاكرة الناس ويتنوروا عليهم. لا يا جماعة، ده رأي فقهي عند الشيعة مبني على آية. تتفق تختلف معاها؟ لا، بس احترم الآخر واعرف رأيه جاي منين. إن الشيعة بتمسح على رجلين لأن الآية في سورة المائدة معطوفة. هل معطوفة على منصوب واغسلوا وارجلكم؟ يبقى معطوفه على الغسل اللي هو غسل اليد والوجه، لان الايد والوجه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ولا معطوفه على الراس اللي هو برؤوسكم فتبقى مجروره؟ اللي قال معطوفه على المنصوب اللي هو الوجه واليد يبقى غسل، يبقى الرجل مطلوبه تتغسل، اللي قال وارجلكم. معلش انا بقولها بس عشان ما فيهم جاي راي جاي منين القصه يعني. الشيعه راوا لا ان لا ارجلكم دي منصوبه، لان جايه بعد ايه؟ وامسحوا برؤوسكم، يبقى وارجلكم ما تبقاش منصوبه، تبقى ايه؟ مكسور. مكسور يبقى ايه؟ مسح، زي ما الراس بتتمسح يبقى ده معطوف على مكسور، يبقى إيه؟ مسح الرجلين. اللي هو احنا خدنا بيه في مساله المسح على الخفين وعلى الجوربين اللي احنا اتنورنا عليه على الشيعه، لان احنا احيانا ناخد الحاجه من باب الاخر اللي انا مخالفه. لا، اعرف رايه، هتحتاج رايه، وهتلاقي قضايا كتير عندنا في الفقه احنا واخدينها من الفقه الشيعي وهم واخدين مننا، فلان المساله مبنيه على علم وفقه مش وقت تفصيلها يعني. فالمسح على الجوارب مش شرط، لا التخين اسمه جورب، كل اللي يتقال عليه شراب او جورب خفيف تقيل زي ما يكون، ما دام ملبوس على الرجل وجوه
جزمه جوه كوتشي، زي ما يكون اسمه شراب، الحاجه اللي بين النعل او الحاجه اللي بين الخف وبين القدم، ده يجوز شرعا تمسح عليه. واللي افتى بذلك الامام ابو يوسف وبعض الفقهاء، وذكر هذا الراي ومال اليه الامام النووي في كتابه المجموع. مش وقت اجيب التفاصيل بالصفحات، لكن هو ده الراي. وكل الادله بالمناسبه اللي ذكرت في المسح على الجهر والحاجات دي كلها اجتهادات، يعني تخمين. ان اصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ليه الشراب وقتها كان شراب، ما هو ده شراب بتاع زمنه، الغزل والنسيج اللي ايامه كان يدوي، فهيتعمل ايه غير الخياط الغليظ؟ ما كانش ايامهم دلوقتي الحاجه الخفيفه اللي هي تتلبس وتعمل من قماش ويبقى فيها حاجه للصيف وحاجه للشتاء بالخفه اللي عندنا دلوقتي. وحتى لو بصينا للنسيج اللي من 100 سنه غير النسيج اللي النهارده، مختلف تماما. فيا جماعه القصه هنا لا تشددوا على الناس ولا تضيقوا عليهم واسعا، اي شراب يطلق عليه شراب يجوز المسح ما دام يشتمل على العضو اللي انت هتمسحه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.